مساكم الله بالسعادة والرضا يا رب. نبدأ قصتنا، قصة الليلة. هذه واحدة متزوجة جابت ولد، وعقبه بعشر سنين تقريبا جابت بنية. أبطت ما جابت عقبه وجابت بنية. المهم عقب البنية زوجها توفى الله يغفر له ويرحمه، فقعدت على وليده وبنيته تبي تربيهم. المهم عاشت معهم، يوم صار يمكن عمر البنية 6 سنين أو 7 سنين، ووليد طبعا أكبر منه ب10 سنين، يعني كبير، طلعوا طبعا الولد مرة صار يعني على خيته وحريص عليه وحس أنه يعني هو المسؤول عنه. المهم بيوم من الأيام كشتوا، هو طلعوا الكشتة وراحوا بمخيم، وهم بهالمخيم وقاعدين وخب، وهم بالمخيم البنية قالت لأمه إني أبي أقضي حاجتي، حسران هو بيقضي حاجتي. قالت أمه روحي بنيتي روحي ورا الخيمة. طلعت البنية راحت ورا الخيمة وتكرمون قضت حاجتها ورجعت. بس وش رجعت البنت؟ رجعت البنت مهيب، البنت اللي راحت هبلت أمه يوم شافتها. رجعت البنت تصرخ بصرخة واحدة وزايغة عقلها، زايغ عقلها، انهبلت أمه وتحاول تسمي عليا وتسكته وتبي تشوف وش شايفة وش صاير إلا يا بنيتي يا بنيتي. البنت ما تعطي سمع ولا بصر، زايغ عقلها، وحاولت بحاولت أمه معجزة وعجزة. وآخر شيء قالت لولدها همشي وليدي قوه قد أرجع للبيت أنا ما أدري وش به. ارجعوا للبيت، ابتلت البنت سبحان الله العظيم، ولا ميمة هبطة ولا ميمة سبحان الله العظيم، وخلاص ابتلت البنت، وابتلت البنت كأنها فاقدت عقلها سبحان الله العظيم. اي صارت البنية بسم الله علينا، يمكنها بسم الله علينا ما سمت، وبسم الله علينا ديخلت بسم الله علينا الرحمن الرحيم. الزبدة ان البنية ابتلت مات خلاص، كأنها ما تعرفها، لا يجيها نوبات مثل الصرع، يجيها أشياء، بدأت أمها تقفل البيبان، تطلع من دون ما يدرون، بتهج، يمسكونه، تضرب أمه، تضرب أخوه، يمسكونه، يربطونه، وصار به قوة شديدة شديدة شديدة، لدرجة أنه تضرب أمه ضرب، لدرجة أن الأخو يقول أحيانا أخاف أن أمي تموت من بين يدينا. ولا يقدر له إلا أخوة، مع أن تضرب وتضرب وضرب القدرة، بس يقول أنا أتحمل بس أمي ما تحمل، ويحاول بولجتها الصيجة هذه خلاص ما يعرف له له. المهم ويأو على هالحالة عاشوا يعني كم من سنة على هالحالة، صاروا يقفلون البيبان، صار الولد خلاص ما يبعد عن البيت، يدري أنه ممكن تجي هالحالة بأي لحظة تضرب أمه يخاف تموت أمه. ومر يا حياتي البنية، راحت سنينه وهي على هالحال، والأميمة هي ويلي محتسبة وصابرة وقعدت عليها يا عمري، ولا ولد ما شاء الله عليه كذلك. المهم كبر اسم عليها الولد وتخرج وخطبت له أمه وزوجته، وطبعا تزوج وقعد عند أمه، قال ما أنا لازم جميع بنفس الحكاية يا حول، عانت حرمت الولد من البنت لجتها الحالة إلى هي تضرب معه، ويبدأ هو الولد اللي يحاول يربطونه يحبسونه بغرفة لما تهدي لما، وعلى هالحال حياتهم. المهم أنه الولد جته وظيفة، تخرج ما شاء الله هو ذا، ومرتجيه وظيفة مدرسة مدرس، وتجيه وظيفة بقرية، وتجيه وظيفة بقرية بعيدة عن ديرته، يعني مو بعيدة انه يروح يسكن به، لا انه يتردد له بس بعيدة يعني مسافة، ويضيق صدره، قال الحين انا وش ازين، وهالفترة ذي النهار كله واخاف اختي تجي هالحالة واخاف وش اسوي. المهم ويبدأ يراجع إدارة التعليم حقت المنطقة ويشرح ظروفه وعلمهم، وقال هذه ظروفي وهذه ظروفي، وإني أنا يعني أمي وزوجتي ما لهم إلا الله، ثم أنا يعني ممكن إنه أجي ولقاهم ميتين لأن هذه حالة أختي. الله يجزاهم خير، تفاعلوا معه وأحسنوا إليه وسووا له مثل الندب وكذا، ودخلوه بالديرة، قالوا خلاص خليك بمدرستين بالديرة،
وفعلا ويجي المدرسة بالديرة الحمد لله، يقول يوم دخل المدرسة هو والحمد لله أنا يعني قريبة وديرة، بس أنه قال أبشرح ظرفي للمدير عشان سبحان الله مجرد ما يعني أمي تستدعينا أو شيء إله يدري ويعرف وش ظروفي إني أطلع له على طول. عمر فعلا يقول راح للمدير وإلى المدير شباب ما شاء الله مثله حليل وحبيب، وقال له قال يا أخوي أنا بعلمك أستاذ إن هذه قصتي هذه قصتي، واني بقول لك اني يعني باي لحظه لو تستدعين امي وشيء ان ترى الحاله كذا وكذا. قال لا بالله ابد مسموح، وشاف يعني انه ما شاء الله انه معلي وانه حليل وانه منضبط وانه يؤدي عمله. قال ابد شف تدري لا اله الا الله، ان بغيت اشرح حصصك واطلع، لو ما استدعك امك راح تقعد تحتري امك تستدعيك، انت تلحق عليه ولا ما تلحق عليه؟ ابد انا بخلي حصصك تقدمه، تعال واشرح كل حصصك والله يحفظك رح. ويفرح يا ويلي الله يجزاه خير، يبدأ كذا خلاص صار دوامه انه يجي ويعطي حصصه ويروح. المهم مع الايام بدا هما تقل صادق المديرها ما عارف عن ظروفه ويدري عنه، بدا يشكي له، بدا لا صار عنده ما عنده حصه فاضي قاعد بالاداره عند، بدا يفضفض له صار عنده حصة فاضي قاعد معه، وبدا يشكي له ويقول هذا وضعي واني كذا واني والله ان اختي تضرب، يقول يبدا يوريه بجسمه مكان الضرب، يقول تضرب ان ضربني وحش، واني يعني يا الله يا الله افكه، واني وحالتي واني اوي لامي وارحمه، وان الحين حتى زوجتي وعيالي جوه عيال، قال حتى عيالي نقفل عليهم تقفيل عشان ما تصلهم، نخاف اذا جت الحاله تموتهم وهم صغار. وانه يقول يبدا دائما فضفض هو دائما لا قاعد معه يسولف، ها ولا جاء ذاك اليوم قال ها وش الاخبار وش العلوم عسى اختك راكد، قال الحمد لله. ويبدا على هالحال بدا صار مثل اللي يحول هالمدير، صار له مثل الاخو يا ويلي، بدا يفضفض له ويوسع صدره. هالمدير بدا الى صار المغرب وراح قاعد عند امه، بدا يقصقص على امه يوم يا حول عندي مدرس هذه قصته وهذه قصته يا ويلي يا خي. المهم دارت الأيام ودارت الأشهر وهم على هالحال وها وكذا، يوم صار يوم من الأيام ومن يجي هالمدير يسولف على أمه، قال ولأمه مشتاق شابته أمه يا الله عرس وش تبني انتش تحتري وما أدري إيش، مر يجي لأمه قال يمه تراي خلاص إن شاء الله قررت بتتزوج إن شاء الله، قالت أبرك الساعات وهذه الساعة تنبارك وهذه وهذه ويلا وش تبي أدور لك وش مواصفاتك وش اللي أنت بيه. قال لا يمه اللي أنا أبي خلاص أدري من هي، بس أعلمكم عشان من خطبة. قالت بخاف الحمد لله من هي؟ قال أبي أخت المدرسة اللي عندي أخت فلان. قالت أمه المجنونة؟ قال المجنونة. قالت خير إن شاء الله محبول أنت وأنت مدروش. وقال قولت يمه ما أبي إلا هي. يا ابن الحلال تدمه، يا ابن الحلال وش هالهبان تأخذه وش تزين به، هل تشوف شلون تذبح أخوه وتقتله، أنت محبول أنت مدروش. وقال عاد جهت العلم يمه أنا أبي. والمهم أمه تحاول ما راك بالرأس وكتجل، قالت ما أبد تقول لا أعرفك ولا تعرفه، ما يقول هبل يبدي يحبب راس امه ويحبب يدينه. يا مايمتي الله يعافيك يا ام شقه، شوفي يمه ما انا بمعرس للحين علمت، اما اخذت ذي ترى ما انا معرس. يوم شافت امه انه ما شاء الولد قالت اجشف اللي اول شرط اخره نور، لا تقبل به علي ولا تشوفه عيني ولا ابد ولا تنك اخذه، اقعد معه بحياتي انت تجي لمي على عيني وراسي هي لا تقبل علي. قال لي ما خالف. قالت كيفك. عمر يجي ويروح لاخوه، مر يروح لاخوه الكبير الظاهر انه ابوه توفي، يروح لاخوه قال ابيك تروح معي وذا. قال خلاص. المهم مر يجي ويكلم على هالمعلم، قال يا فلان وينك؟ قال اني بالبيت. قال ودي اسير عليك. قال الله يحييك. جاء ودخل عليه وثر من اخوه قهواهم وسولف وياهم. مر يجي قال والله يا فلان انا جاي ابى خطب اختك. كبر ناظره قال اختي مهبوله؟ قال لي اختك مهبوله ويقعد كركر. قال مهبول انت صاحي؟ قال لي انا جاي خطبه. قالوا طيب يعني شلون يعني جاي خطبه انت؟ يعني انت ما يحتاج اني انا اقول لك وش اختي، انت عارف ان اختي من الى يعني ما
شلون تجي تخطبه؟ قال لي ما انا عشاني عارفه من الى انا بخطبه. عمر يجي قال لها ابن الحلال انت يعني شايين مثل قوته طق طق وجايين ذا. قال والله العظيم ابدي احلف له قسم هذا اخوي الكبير جاي معي واني بخطب جازم. قال والله الصراحه اسمح لي. قال والله اسمح لي اسف ما اقدر ازوجك اختي. ورايا فلان وانت انا بي شيء شايفين بعيب. قال لا مو عشان انك انت بك شيء، انا من ازوجك اختي لانه انا عارف وش اختي. اختي ما تقولت ما تصلح تزوج، وش ما اقدر ابلابه احد، اختي ما حد يعرف لها الا انا. قال ما عليك مني ابن الحلال. قال لا يا ابن الحلال انا ابخص اختي الى الدرج، الدربين من الدرج. وش اعطيك اياه مثل بس لعبه بس كذا شين براسك وانت بتجي تقول والله ما قدرت اتحمله؟ لا من الحين من اوله. قال يا ابن الحلال والله اني جاد والله اني ما ادري وش. المهم يحلف ويقسم. اهل اخوه بدا احتار صار بين نارين. يا ربي قال يا ابن الحلال وافق وما ادري وش الزبده انه اقنع 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 لما وافق. طبعا البنيه هميمه توفت يعني قبل هالشيء هذا. المهم يجيه اخيه وذا قال شكوى لله. عمر يجي ذاك يقول لاخته قال خيته قال لبسي وخيت البس وذا وابي ابيه يشوفها شوفها شرعي وقال يشوف بعينه لعله وحس يتغير رايه. وله ما شاء الله اله لله حلوه ومزيونه. وتجي حلت الاخي وتلبسه وذا قالت مشيت علي وادخلي عند اخوت عنده هالضيف وتبي تزوجين وتقول كذا. المهم الى يوم دخلت ولا ما شاء الله الزين والحلا والجمال بس لا اله الا الله بدون عقل. اي مريم تجي قال يلا يا فلان توكل على الله خلاص جازم. قال يا ابن الحلال قال ابد. قال اخر كلام. قال ما قضيت اخر كلام خلاص. قال خلاص توكل على الله. وفعلا ويتوي ويقعد عقب مده ويجي. قال طبعا ما في حرص ولا في شيء، تعال عندي بيتي ونملك لكم وتاخذه واذا تعلمنا اذا جهزت بيتك. قال خلاص فعلا حط له شقة واثثه وزينه وراح وحدد ويحدد موعد مع اخوه ويجي يجي لمه بنفس الموعد ويملكهم الشيخ هذا اللي يضرب بوري. الحين ببلغ عنه بصير مثل حماتي الجازي. المهم لا يمكن توصيل ضربات حد من حسن الظن. الزبدة مر يجي وقت العرس وله لابسه ومتزينه وياخذه. مر يجي أخوة قال شف أنا اللي بوديكم وين تروحون. قال بروح للفندق. قال أنا اللي بوديكم للفندق عشان تطمن. قال يلا الله عساك على القوة وياخذهم ويروح بهم للفندق. يوم نزلهم وراحوا رقوا. مر يقعد الأخي بالاستقبال تحت. قال أنا داري إنه ميب محتريتنا الفجر يبي يجي شيء يا تتضربوا يا تتسوي بو شيء يا لازم بقعد احتياط. ويقعد باللوبي حق الفندق يحتري ويتحرى 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 وهو ينود لما أذن الفجر. يوم أذن الفجر ولا ما شاء الله هاجدين ولا بحس الفندق على هدوء. ويقوم يصلي الفجر. قال إن شاء الله أني استودعتها الله. أمر يروح ويدخل بيته وينسدح بالمجلس يجيب التلفون يحطه جنبه. قال إن سبحان الله دق علي أو شيء لا يقوم به وينسدح أخيه ويحط التلفون عنده. يوم تنبه ولا خضع حس 10 أو 11 ويناظر لهم دق ولا شيء وش صار عليهم. وذا المراد انه يوم صار مريض يدق عليه قال لي هلا هلا. قال بس هذا بيقول شيء. قالوا شو اخباركم شمولكم؟ قال ابا مره اسلم عليكم انا وفلانه. قال يلا الله يحييك. عمر يجي لمهم يدخل عليهم ويدخل بالمجلس يسلم عليه. قال لي بس بسلم عليك وبقول لك نبي نمشي لمكه انا وياه. قال يا ابن الحلال انا البارح تراي قاعد عندكم بالفندق ما رجعت، هل الحين تروح لمكه؟ لا ما تروح. قال يا ابن الحلال نبي نروح ان شاء الله. ويبدا اخوه يبقى ترك والله ما انت بعرف الا والله انت اخاف تموت بيدينا يا ابن الحلال اصبر. طيب اصبر لك فتره ما انت ما تدري عن روحك انت تعبر معه ولا لا. اقعد لك اسبوع اسبوعين معه هنا بديره هم عقب يتبين لك الامر لا تروح على طول. قال اقول لك ابد ربك واحد انا جاي بس بسلم عليكم وبمسك الخط. ويحول به اخوه قال يا ابن الحلال لا تشغله انا البارح قاعدين عندكم الى الفجر كلهن يا خاف يجيك شيء وما ادري وش. وقال يا ابن الحلال قضيت ابد استودعك الله. ويمسكون الخط ويروح لمكه الله يساعدهم. ويقعدون بمكه ما ادري اسبوع او 10 أيام تقريبا.
واخوه على اعصابه. كل يوم الى ذاك اللي مرته ما رن تلفون، ما دقوا، ما كلموا، قلت لها ما كلموا ولا شيء، يا الله يسمعنا خير، الله يسمعنا خير. امير يجي يوم صار لهم يمكن اسبوع 10 ايام، مريزهم عليه، يا هلا والله ابو فلان، شو اخبارك؟ ابشرك الحمد لله، ترى انا جيد. قال اعلمك اننا الحمد لله وصلنا بالسلامه، ونبي نجي العصر نسير عليكم، نسلم عليكم، نتقهوى معكم ونسلم عليكم. الله يحييك، مو شو الاخبار؟ مو شو اخبار؟ قال لي لا جيت ان شاء الله اعلمك وش الاخبار. قال لي يلا الله يحييكم، ويخطب اخيه وتخطب امرته ويحترون ويزين القهوه ويزين الشاهي يتحرونهم. يوم صار العصر ومريجوا، يوم دخلوا عليهم يا هلا يا هلا، يدخلون. يوم دخلت اخته عليه، مرت اخم مخيه تقعد تصيح، شلونك يا اخوي وش اخبار؟ ولا مبذي اخته اللي طلعت من بيته، ولا ربي راد له عقله، ولا ما به الا العافيه، وطيبه وعاقله من اعقل ما يكون. الاخو انهار، انهب العجز، تصدق انت يا فلانه؟ قالت يا خي الحمد لله انا فلانه وطيبه، ويلا لك الحمد، وهذا زوجي الله يخليه لي، والحمد لله اخذنا عمرتنا واستانسنا بمكه. وذا عجز، عجز الاخوي، يبدي ناظر رجله، وش القصه؟ قال الحمد لله، وش القصه؟ القصه الحمد لله اخذنا عمره وتهنينا وجينا والحمد لله، اللي تشوف يبدا الحلال ينهب الاخوه انجن، والله ما تحرك من بيتي الا انت معلم. قامت اخيته ودخلت عند الحريم تخيه، وقعد هو وياه، قال والله ما تطلع من بيتي الا انت معلم. وش القصه؟ وش اللي صاير ذا؟ وشلون؟ وشلون اختي سنين وانا اعاني منه، وشلون صارت ذا؟ قال والله شوف، دامك انت اللي انت قلت حلفت، واني اقول اني انا ما ودي والله الصراحه اني اقول، بس ما دامك حلفت انا بعلمك الصراحه. انا قبل ما أنت تقص علي قصصه وعرف قصصه وكل هالشيء، قبل ما أجي وخطبه منك وذا، إني شفت رؤيا، وإن الرؤيا غريبة غريبة بالحيل، وإني رحت المفسر وهرجته وعلمته بالرؤيا حقتي، وإنه قال وإنه فسره لي إن الرؤيا يعني تخص أختك، وإنه قال إني قلت له، إني قلت هذا مدرس عندي وإنه أخته، وإنه قلت له كل شيء. قال شوف، هي مريضة، وهي إنها يعني بها مثل الصرع وكذا. قال قلت إيه؟ قال إن شاء الله بإذن الله شفاء بزواجك منه. هذه الرؤية كأنه أمر لك إنك تاخذه وأنت اللي تعالجه، تقرأ عليا لحد ما إن شاء الله بإذن الله خلاص يشفيها الله، وهذه الرؤيا إن تبي تشفي على إيدك. يقول الله لا يوريك. يقول طيب يا شيخ وشلون أخذه؟ أخوة يقول لي هرج عنا يشيب الراس تضربه وتزين. يقول انغثيت وش أزين؟ شلون؟ يقول أنا عجزت أستوعب، وشلون أخذه؟ أخوة وهو أخوة ما قدر يتحكم به، وشلون أنا بتزوجه؟ يقولني قلت ما أدري يا شيخة، ما تحس إن الأمر صعب شوي؟ وشلون بأخذ وحدة مهبولة؟ وش أتزين له؟ وش أسوي له؟ قال شف، أنا ما بقول لك غصب أخذه، أنت جاي أنت تعبر عندي رؤية، وأنا علمتك وش تعبير الرؤية. تعبير الرؤية كأن شفاء هالبنت على إيدك وبزواجك منه. انت زوجته وعالجته بالرقية وقريت عليه، في ربي بإذن الله يبي يشفيه. وين كانك مثل قلت انت ترى انك والله لا والله ما علي منه ولا شيء، كيفك يعني؟ ما شيء بالغصب، بس انا اقول احتسب بها الاجر، وما تدري ما تدري يمكن الخير يجيك بسبته. يقولوا واني سبحان الله، يقول اقتنعت تامني، قلت وراه شفاءه بيدي وان شاء الله. ولا يقول وإني هذا اللي خلان أصريت، يقول لدرجة إن أمي قاطعتها، قالت لا عارفك ولا تعرفن. يقول بس إني قلت خلاص قررت إن شاء الله، والله لو إنه لو يصير اللي يصير. والحمد لله فعلا أخذته، أنا ما أخفيك، أضربتن لما قالت، بس أعلكتن على شيء سوته بي، يمكنك يمكنه ما سوته بك،
من شيء سويته، بس اني كل ما جيت اضعف تذكرت تعبير الرؤيا، واني اقول ان شاء الله ربي يبعينا، واني عشان كذا قلت بروح المكه علشان خلاص الحرم وزمزم وما كل شيء انويه ان شاء الله الشفاء، واني فعلا اركيت عليها انا اللي اقرا عليها، اني اقرا يقول بدات تصرخ وبدات تاخذ الاشياء وتضربا بهن، يقول وشي سوته، يقول بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يقول وتصير الخاتمه كانه صاحت من نوم. وش القصه او وش القصه؟ اني قلت هذه القصه يا بنت الناس، هذه وهذه 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 السالفه، والحمد لله انت الحمد لله ربي اعتقت وشفيتي، وانا ان شاء الله زوجت، وان شاء الله نبي نبدا حياتنا جديده، وان شاء الله يا ربي لك الحمد الله بيرزقنا، والحمد لله. يقول صارت عقبه بالايام اللي عقبه ما يعني بديت اراقبه الى الحمد لله شفيت تماما، وهذه هي خيتك والحمد لله. يقول مريم هب الأخوة ويحمد الله ويشكره ويختبه ويحط له حفلة ويحط له عزيمة وهو يستانس وشي، الله مصلي على محمد، ويروح به لأمه والحمد لله وتستقبله، وإله يلا لك الحمد من أحسن الناس وما شاء الله، وتصير أم عياله ويصير هو أبو عياله ما شاء الله وما شاء الله، ويكبرون عيالات وتربيهم أحسن تربية، والحين ما شاء الله لا إله إلا الله اللي قصت علي القصة، تقول الحين عياله ما شاء الله مناصب، كل ماسك منصب، تقول لو نقول لكم أسماءهم عرفتوهم ما شاء الله لا إله إلا الله. الله يقر عينه يا رب ويبلغه ويعوضه عن السنوات اللي عاشتهن وهي بحالة كربة، إن شاء الله يعوضه بهن يا رب العالمين بخير بالدنيا وخير بالآخرة يا رب، ومن يسمع وكل مسلم. وبس والله هذه قصتنا، الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.